أغلبية سياسية، هناك من طرح، هناك من طرح الأغلبية الوطنية، هناك من طرح الفضاء الوطني، هناك من طرح الحكومة الأبوية. هي يعني صارت يعني سوق للمفاهيم. ولكن شعار يعني شعار الائتلاف الخاص بكم هو رفض المحاصصة والطائفية، وبالتالي لماذا لا يوجد أكراد؟ يعني ماذا عن الكتلة الكردية؟ ماذا عن أو الأحزاب الكردية؟ ماذا عن أيضا الفتح ونور المالكي يعني دولة القانون؟ ماذا فعلتم لهم أو كيف ستواجهون ما يحدث؟ أختي العزيزة، ليست هناك الآن طائفية، عبرنا الطائفية. المسألة هنا التمسك بالمحاصصة بعنوان، هم لا يقولون محاصصة وإنما يقولون شراكة وطنية. نحن الأكراد، ومسعود البرزاني يعني بلسانه قال نحن يعني نطالب بحكومة شراكة والتوافق، يعني التوافق الوطني والشراكة الوطنية وكذلك التوازن في كل المناصب والمواقع، يعني بمعنى أنه المحافظة. هو يطالب، هو كتلة كبيرة وعراقية ويطالب بهذا المطلب، كذلك الأخوة في الطرف الآخر في الغربية، في الطرف الأخوة السنة أيضا يطالبون بشراكة. اليوم بيان الأستاذ أياد علاوي رئيس قائمة الوطنية في بيانه إذا تقري يقول نحن يعني الشراكة الوطنية. ما شكل هذه الشراكة الوطنية؟ طيب يعني المطالبة بالشراكة هل تعني، ألا تعني أنه لابد من دخول أطياف المجتمع كافة في هذه الحكومة وفي هذا البرلمان؟ يعني ماذا عن الأكراد؟ كيف ستتعاملون؟ وهو من البداية كان هذا المفهوم، يعني يفترض أن يكون هكذا فقط للمشاركة، وإنما أن تتحول إلى محافظة وأن تذهب أموال وثروة العراق بعنوان المحافظة إلى جيوب الأحزاب الذين يعني يمثلهم من هم في المناصب المتقدمة في الدولة من الوزراء والمناصب العليا بقضية الرواتب العالية وبقضية العقود، وأن تكون الوزارات ضيعات لهذه الفئات ولأحزابهم. هذه هي المشكلة.